النايب باسيل فجر كمان قنبلة بخطابه الأخير وحكي كنتوا موافقين على هالتسوية وكنتوا عم تفاوضوا على حصة وزارية بأول حكومة بعهد الرئيس رد عون كمان. مظبوط، رد عليه رئيس الحزب، وبعتقد الناس بتعرف انه الوزير باسيل بهذا الموضوع تحديدا، غير الموضوع، ما عم بيقول الحقيقة، لا بل عم بيكذب. واوضح من هيك ما فينا نقول، لان هذا الشيء كذب. ولو نحن بدنا نفوت بتسويات رئاسية كنا صوتنا لعمه، ولكن هذا الشيء نحن رفضناه، ورفضنا التسوية لانه نحن رجال دولة منبني السياسة على ثوابت سياسية، وما منبيع ومنشتري. وأصلا يعني بمحل أنا ما بعرف كيف بعد هيك ناس مسؤولة عن كل شيء عم نعاني منه يطلعوا ساعات وساعات على التلفزيون تيخبروا الناس شيء ما بنعرف شو. يعني صاروا أكتر عم يقنعوا حالهم بهالكذبة اللي عايشينها. بالتالي هذا الكلام مردود لصاحبه، وبعتقد الناس أصلا فيها تعرف مين بتصدق، هل بتصدق جبران باسيل أو سامي جميل؟ بقى على الناس تقرر. من الدوائر كمان اللي العين عليها بالموضوع الكتائب أكيد دايرة بيروت الأولى، وين ما عم نشوف كمان القوات اللبنانية عندها مرشح ماروني كمان على المقعد الماروني، كمان يحكى أنه عنده حسب الإحصاءات حظوظ وأصوات. كيف شفتوا هيدا الترشيح بوجه نديم الجميل؟ وكمان كيف بتوصف الليستة اللي أكيد نازلين أنتو فيها ليستا كخفية؟ قوية وعندها كل مقومات النجاح. ونديم جميل نائب عم بيخوض معركة بمنطقة إلى رمزيتها وإلى حساسيتها، والتوجه والاتجاه ومصير هيدي المعركة هو النجاح لنديم جميل، وكل شيء تاني ما بيعنينا. السؤال يمكن بينسأل للي يعني بيحمل راية بشير جميل وقت اللي بدهم، وبيرجعوا بيرشحوا حدا بوجهن، ما بعرف شو المعطيات، ولكن المعركة واضحة، واضحة المعالم، ومعركة رح نخوضها مثل ما هي تنقدر يربح نديم جميل. وكل كل المؤشرات بتبين انه نديم جميل هو الربحان ببيروت. هل بيروت الأولى هي أصعب المعارك كل كتائبيا؟ معارك صعبة، ولكن ايه بيروت فيها إلى مخربطة وفي خلط أوراق كبير.